نعم ان شاء الله ما يفصلنا غير 5 كيلومتر عن نهر دجله، وان شاء الله متوجهين له وبحفظ الله، ان شاء الله ما بقى لنا شعله تحرير موصل، نزف البشره لاهالي الموصل كافه، وان شاء الله هم اهلنا وقرايبنا وناسنا هنا موجودين. والله الصعوبات اللي واجهتنا من العجلات المفخه اكثر شيء، والحمد لله تم السيطره على اغلبها، والحمد لله مستمرين بالتقط. نحن الان تقريبا في نهايه حي الزهور، قريب جدا من دوره المحروق، عمليه التطهير لهذه الحي لا زالت مستمره، والاشتباكات يعني ليس موجوده هناك اشتباكات. تم معالجه بعض المفارز، وكذلك تم معالجه من قبل طيران التحالف. نعم، وكذلك نعم العمليه مستمره. شو اهميه مسح هذه المنطقه؟ خليك جنبي. معارككم في هالمنطقه؟ مثل ما واضح الشيء الفرق انه هذا الحي حي زهور من اكبر الاحياء الاهميه طبعا حيويه بالنسبه لنا، لان بالسيطره على هذا الحي تم تحرير اجزاء واسعه من المناطق التي كانت مختصه من قبل تنظيم داعش الارهابي، ونحن حاليا نقف على مشارف دوره المحروق وكذلك تقاطع العبادي الذي تم تحريره يوم امس. مستمرين ان شاء الله ساعدينهم وما يروحون. لیره گرچه زهوره کمک پیش است داعش هشت لیره حکمی ها بو است لیره بود خطی شر بین فرقه ذهبی و چکدارانی داعش داعش است لیره نماون چند صد متریک اولای اما آوان لیره برگیری لخوی اندکن.